أهلا وسهلا. اليوم راح ناخذ سلايدين بالسيركولاتوري سيستم، فلازم نعرف الفرق بين الارتري والفين ومكونات الارتري والفين. الارتري والفين بصورة عامة متكونين من 3 طبقات أساسية: تونيكا انتما اللي هي متكونة من سيمبل سكويموس إيثيليوم، ونشوفها بالأرتري تكون مزقزقة. حتى الأرتري لما يصير ينبسط تحت الضغط العالي، هاي مثل الزقزاق تنطيه مساحة سطحية أكثر للأرتري أنه يمتد، لأن إذا كان مسطح مثل الفين وتعرض إلى ضغط كبير، لأن الأرتري دائما تحت ضغط كبير، هذا راح يتمزق لو ما كان موجود، لو كان فلات مثل الفين. فإذا تيونيكا انتما وتيونيكا انتما أيضا موجودة، هذا الخط الخفيف بالفين وبالأرتري، لكن فرقها بالأرتري تكون إلاستيك كونكتيف تيشو وياها، وتكون شكلها مزقزقة. الطبقة الثانية هي تونيكا ميديا اللي هي الطبقة العضلية، أوكي، وتكون موجودة أيضا بالفين، لكن بالأرتري يكون سمكها أكبر لأنه حتى تتحمل الأرتري الضغط العالي. الطبقة الثالثة هي الأدفنتيشيا، وهي أكبر طبقة طبعا بالفين، وتكون يعني إلى حد ما كبيرة بالنسبة للأرتري، لكن تكون كبيرة بالفين، أوكي، وهذه هي اللي تكون بها التجهيز الدموي لغذي الأرتري أو لغذي الفين. فإذا تونيكا انتيما ميديا وإكسترنا أو أدفنتيشيا، هذه هي الطبقات الثلاثة. الفرق أنه الطبقة العضلية بالأرتري تكون أكبر، والطبقة الميوكوزا تكون مزقزقة وتكون أكبر مع وجود إلاستيك كونكتيف تيشو، بينما تكون فلات بالفين. ولهذا لأن الطبقة العضلية كبيرة بالأرتري، لهذا نشوف شكله شكل دائري، لأنه به عضلات كلش كبيرة فتنطيه هذا الشكل، تساعد على إعطاء الشكل الدائري، بينما تكون ضعيفة بالفين، فلهذا ممكن يكون بفلكشويشن أو انحناءات بالفين. أوكي، يقسمون طبعا الأرتريز والفين حسب قطرهم. إذا كانت أكبر من 10 ملم يسموها إلاستيك أرتري، هاي مثل الأورطة لها قابلية على الامتداد، واللي أصغر منها يسموها الماسكولار أرتري، واللي أصغر منها يسموها سمول أرتريز، وبعدين تجي الأرتريولز والكابلري. بعد الكابلري الأرتري راح يتحول إلى الأرت يتحول إلى فينيولز، بعدين سمول فينز بالعكس يعني يصير، وميديوم فين ولارج فينز. نشوف ماكو إلاستيك فينز، لأنه الإلاستيسيتي خاصة بالأرتري حتى يتكيف مع الضغط العالي، ضغط الدم. فبس هاي توضحها. سلايدنا لهذا اليوم هو راح ناخذ سلايدين بس، الأورجنايز ثرومبوس يعني الخثرة المتطورة، وسلايد الآخر اللي هو الأثيروسكليروسيس كورونري أثيروسكليروسيس أو تصلب الأوعية الدموية، وأخذنا سلايد بهالمجال بالكالسيفيكيشن قريب جدا على الاثيروسكليروسيس. طيب، بالحالتين بالثرومباس وبالاثيروسكليروسيس السبب هو نيكروتيك ايجنت يسبب دمج للميوكوزا الداخلية. بالتالي إذا الميوكوزا صار بها دمج راح يتحفز منه، راح تتحفز سلسلة اللي يساعد على الاجلوتينيشن، اوكي. فاذا تحفزت الاجلوتينيشن كاسكيد يسموه، الفايبرين يتحول الى فايبرينوجين والى اخره، راح تشكل شبكه من الفايبرين داخل اللومن، راح تشلب بها الار بي سيز والفايبرين، وتكون
تكون لنا الخثرة مع الانفلاماتوري سيلز. لكن اذا النيكروتيك فوكاي كان او النيكروتيك ايجنت كان يسبب لنا دمج للطبقة العضلية فقط، فشن بنبه الحالة ايش راح يصير؟ ممكن يعني هذا الدمج جاي بسبب يعني بسبب من اول اخر، مثلا التجهيز الدموي للارتري كان ضعيف، او التجهيز الدموي كان بمواد مثلا للمدخنين او ما مدخنين، مواد اللي هي الفري راديكالز، هاي راح يسبب لنا دمج بالطبقه، وبالتالي راح يصير تليف بالطبقه العضليه او ممكن بالميوكوزا بدون او مع حصول تليفات داخل اللومن. فاذا بالاثيروسكلروسيس هو راح يصير تصلب بالتيونيكا ميديا او تيونيكا انتما بدون او قد يكون مع تكوين جلطه داخل اللومن. تكوين الجلطه داخل اللومن وحده سموه ثرومبس، لكن الديجنريشن او نيكروسيس اللي يصير بالخارج يعني خارج اللومن وحده ويؤدينا الى تفخن الطبقه العضليه، هذا يسموه الاثيروسكلروسيس او تصلب الاوعيه الدمويه. اوكي هذا سلايد ب ثرومبوس. اوكي نشوف الثرومبوس بكل بساطه هو عباره عن انسداد التجويف الوعاء الدموي بايش؟ بالفايبرين مع ار بي سيز، اوكي المواد المكونه للخثره، وقد يكون مع ايش؟ مع وجود ديجنريشن للميوكوزا. احنا قبل شويه قلنا اكو الميوكوزا مالت الارتري بها الاستيك كونكتيف تيشو، اوكي هذا هو الالاستيك كونكتيف تيشو مالت الارتري، اذا هذا ارتري وهذه الطبقه العضليه مالته وهذه هي الادفنتيش الخارجيه. فاذا نشوف هنا نشوف نقارن هاي المنطقة على سبيل المثال مع هاي المنطقة، نشوف صار ديجنريشن هنا اصلا صار قطع بهاي المنطقة، اوكي وصار عندنا كمية الفايبرين هنا كلش زايدة مع ديجنريشن للميوكوزا، هذه الميوكوزا هاي المنطقة صار بها ديجنريشن، المفروض تكون يعني اشبه بهاي المنطقة تقريبا. نشوف هنا شو اللي صاير بها، صار بها ديجنريشن، وهنا منطقة نيكروسيز وهنا المنطقة اصلا مختفية، جاي بدل الميوكوزا او التونيكا انتينا جاي بدالها فايبرين تارس المنطقة. نشوف الخثرة متكونة من ار بي سيز زائد فايبرين مع وجود خلايا مناعية وكلش سهولة ممكن نميز الثرومبوس. اوكي قلنا مع او بدون تلف للتيونيكا انتما، تيونيكا انتما هنا متسخنة كلش، اوكي وهنا صاير بها ديجنريشن واضح، هذا النيكروسيز صاير هنا رد فعل مناعي في المنطقة، و ممكن نشوف الطبقة العضلية سليمة أو قد يكون صاير ديجنريشن بها. سبب الثرومبوز طبعا هو أسباب، لكن السبب الرئيسي هو الديجنريشن أو النكروسيز اللي يصير للتيونيكا انتما، أوكي فتجمع هذه الألياف الفايبرين وتسد لنا الأرتري بصورة كاملة. أوكي هذا جزء آخر، هذه كلها صايرة، هاي المنطقة كلها صايرة فايبرين وباقي بس هذه المنطقة فقط مفتوحة من فوق، ونشوف الدم متجمع بيها ومتخثر. أوكي فهذه كلها المفروض يكون لومن متروس فايبرين، وبسبب الضغط الصاير من الخثرة، لأن الأرتري
وجود الضغط العالي على الارتري يسمح للدم بالجريان، لكن شوية شوية لما يبدي الفايبر أو الفايبرين ينسد، شنو اللي يصير؟ يصير ضغط بسبب هذا الفايبرين وبسبب ضغط الدم الموجود بهاي الفتحة الصغيرة، يصير ضغط وين؟ يصير ضغط على الطبقة العضلية بالجانب الآخر، فبالتالي نشوف التيونيكا ميديا والتيونيكا انتما أصلا بادئة تختفي بسبب الضغط، يصير بها أتروفي بسبب الهاي براشر الجاي من ال من الارتري. اوكي، ف فايبرين يسد لنا اللومن، اوكي، مع وجود كميه كبيره من الار بي سيز والانفلاماتوري سيلز. هذا هو بكل بساطه الثرومبوس. بسلايدكم هذه الصوره. اوكي، هذه هي الثرومبوس، وهذا عندنا التيونيكا انتما صار بها ديجنريشن. اوكي، هذا هو فايبرين ماخذ جزء من التيونيكا انتما، حتى التيونيكا ماسكولاريس صار بها ديجنريشن. هذا هو الفايبرين، هاي التيونيكا ميديا، التيونيكا انتما اصلا مختفيه هنا مكانها المفروض، وهذا هو الثرومبوس فايبرين مع ار بي سيز وانفلاماتوري سيلز. اوكي، هذا فايبرين اخر مع كل تيونيكا انتما مختفيه، باقي بس تيونيكا مسكولاريس. هذه الصوره اقرب على الاربعين اكس، نشوف مكونات الثرومبوس هي وشنو هو. الفايبرين، هذا الفايبرين، اوكي، هذا الفايبرين وانفلاماتوري سيلز، طبعا هاي ماكروفاج وار بي سيز. اوكي، بالمقابل الاثيروسكلروسيس شنو راح نشوف بيه؟ راح نشوف اللومن فارغ ما بيه خثره، خالي من اي ثرومبوس. اوكي، فارغ، لكن المشكله وين؟ هنا هنا المشكله بالتيونيكا انتما والتيونيكا ميديا. تيونيكا ميديا المفروض هي عباره عن ايش؟ سموث مصل. اوكي، لكن هنا السموث مصل اذا نقارنها بالنورمال نشوفها بالتاكيد المفروض هذا قطرها. اوكي، و شكلها متساوي نفس القطر من كل الاتجاهات. اوكي، معلوم موجود بالنص، وهذه تيونيكا ميديا. نرجع لل باثولوجيكال كيس، شوف شنو اللي صاير. تيونيكا ميديا صاير بها شنو؟ صاير بها الثيكنس مالتها صاير كلش زايد، مع اختفاء التخطيط الواضح للعضلات. يعني هنا العضلات صاير بها شنو؟ يعني مشققة. اوكي، مشققة هالعضلات، وحال محل العضلات شنو؟ هذا زون اوف فايبرين. فاذا الفايبرين داخل الطبقة العضلية، من ما منطيها ثخن او عرض اضافي للتيونيكا ماسكولاريز. وبعض الاحيان هذا الفايبرين ممكن يكون شبكة تترسب عليها اللي يصير ديبوزيشن للبروتين والكالسيوم، فيسبب لنا كالسيفيكيشن، وبالتالي تتصلب للتيونيكا تيونيكا ميديا تيونيكا ماسكولاريس. تتصلب بسبب وجود الفايبرين، اولا الفايبرين ما له قابلية على الالاستيسيتي مثل او الكونتراكشن مثل السموث مصل. هذا الفايبرين واحد. اثنين، الفايبرين راح يكون عنصر جذب او خزن للكالسيوم والمواد الكلسية الاخرى، فبالتالي يؤدينا الى تصلب الارتري نفسه ويفقد خاصيته على التقلص والانبساط، وبالتالي يصير ضعف بعملية توازن الضغط، لان الارتري مسؤول والارتريول
مسؤول عن توازن الضغط بالجسم، أوكي؟ وإذا ركز على تونيكا انتما، هذه هي خلينا نشوف شوية خلايا طبيعية. هذه هي سموث مصل، عفوا سمبل سكويموس، هذه أنوية، هذه الخلايا كلش مفلطحة طبعا هنا الخلايا، أوكي. فهاي المنطقة موجود بها سمبل سكويموس بثيليوم، هنا صار بها ايش نكروسز ومختفية. المنطقة اللي نشوف بها نكروسز نشوف بها تجمعات للار بي سيز، لكن ما نشوف خثرة. ليش ما نشوف خثرة؟ لسبب بسيط، لأن إذا زاد عرض الأرتري بسبب الفايبرين اللي تكلمنا عنه، أوكي، إذا زاد عرض الأرتري راح يضيق حجم اللومن، وإذا ضاق حجم اللومن راح يصير ضغط كلش عالي بداخل داخل اللومن، يعني الدم يجري تحت ضغط كلش قوي داخل الأرتري، فما يسمح بتكوين خثرة لأنه ضغط كلش عالي. لكن إذا زاد هذا التدخن إلى حد أنه القطر مات اللومن صار كلش ضيق، بهالحالة لا، ممكن ينسد الأرتري، ينطبق، ممكن يتكون عندنا ثرومبوس. لكن هذا بصورة مبسطة هو الأثيروسكليروسيس، تصلب الشرايين. السبب الرئيسي هو بالتونيكا ميديا او التونيكا ماسكولاريز، اوكي، تتليف ويصير ديجنريشن او نيكروسيس للطبقه العضليه، بيتخللها الياف، ما تسمح لتقلص العضلات، وتزيد سمك الوول مالت الارتري مع بعض الكالسيفيكيشن بعض الاماكن، اوكي. هذا كله يؤدي الى تصلب الارتري، بالتالي يمنع عنا عمليه التقلص والانبساط للارتري. لما نقارنه بالثرومبوس، الثرومبوس هو انسداد اللومن بسبب وجود عوامل التخثر او بسبب بعدة اسباب، طبعا اسباب الثرومبوس، لكن كميكانيكيه تخثريه يعني هو بسبب الديجنريشن للميوكوزا، تحفز لنا على تكوين الكوجيليشن كاسكيد، وبالتالي سدنا اللومن، هذا الفايبرين سدنا اللومن ويساعد على تخثر وتجمع الدم مع فايبرين، مزيد من الفايبرين. اذا طورت او اذا استمرت العملية، اوكي، راح تسد جزء كبير من اللومن، هذا هو المفروض يكون اللومن، سدنا يا هاي الخثرة وتمنعنا جريان الدم بصورة صحيحة، اوكي. وراح نشوف اكيد هذه هي الثرومبوز متكونه داخل بلاد فيزل. شكرا، بس خلينا نشوف لكم سلايدكم قبل ما ننهي. هذا هو الاثيروسكليروسيس، نشوف هنا التيونيكا انتما على الاربع اكس، هذا تيونيكا انتما مختفيه بالكامل طبعا من سلخة، وهذا هاي تيونيكا ميديا او ماسكولاريز، هاي كلها ماسكولاريز المفروض، اوكي، لكن صار متخللها فايبرين وكالسيوم مترسب على او كالسيفيكيشن مترسب داخل تيونيكا ميديا مع الفايبرين، اوكي. وهاي صورة اخرى، هذا متثخن فقط الجدار، فقط زايد سمك التونيكا ميديا، وهذا هو اللومن الفارغ ما بي ترومبوس. اذا هذا كيس اثيروسكليروسيس، هذه البقيه صور اقرب، واخذناها بالكالسيفيكيشن، ديبوزيشن اوف كالسيوم من ارتري اخذناها، لكنها من وجهه نظر اخرى قد يعني يصير مع كالسيفيكيشن وقد يصير بدون كالسيفيكيشن، مثل هذا الكيس بدون كالسيفيكيشن، مجرد تثخن وتصلب
اللومن، الوول عفوا، تضيق اللومن، ممكن يضيق اللومن مع تثخن الوول مع وجود الكالسيوم أو مع كالسيفيكيشن، يعني ممكن مع وممكن بدون. اوكي، هذه هي الباندلز، فايبرين باندلز متخللة السموث مصل. هذا فايبرين، هالمنطقة فايبرين كلش عالي. هذه هي السموث مصل باندل. اوكي، فهاي المنطقة متثخنة كلش بسبب وجود هذا الفايبروسز. اوكي، شكرا جزيلا.